السلام عليكم، كيف أحوالكم؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي أحسن حال. هنعمل النهاردة مقارنة سريعة بين 3 ماكينات خياطة. أول موديل معانا هو سيستر MA20A، وتاني موديل سيستر 84L0، وتالت موديل سيستر K60C. التلات موديلات دول بيكونوا طبعا برودكت اوف تايوان وميد ان فيتنام، كلهم صناعة فيتنامي. اول موديل معانا اللي هو السيستر MA20A، ده بيكون 9 غرز خياطة وبيعمل العروة على 4 مراحل، وبيكون فيه طبعا زرار للفرماتورة، بيركب عليها جميع انواع الدواسات، ال32 وال42 وال52 وال72، وطبعا بتعمل كشكشة وتركيب زراير وسيستم، وبتعمل سرفلة باستخدام غرزة الزجزاج. يلا تعالوا نفتحها مع بعض ونقول بسم الله. ده شكل الماكينة من الداخل، بيجي معاها كتالوج عربي وانجليزي، ده شكلها. ماكينة بسيطة سيمبل، دي الدواسة بتاعت القدم، ده طبعا اللي بنملى منه المكوك، ودي البكرة بتاعت الإبرة، وهنا بنحدد الغرز والعراوي، وبيبقى فيها من هنا ينفع يركب لها بكرتين خيط عشان نركب فيها الإبرة المزدوجة. هنلاقي في البوكس ده الأكسسوارز اللي بتيجي مع الماكينة أهي، بيجي مع شوية أكسسوارز كويسة. يعني أول حاجة فرشة تنظيف وال الجزء دوت بيركب هنا على السنون عشان خاطر لما بنيجي نعمل تركيب زراير او تطريز او الكلام ده كله. ودي ابر بيجي معاها 3 ابر، دي دواسة العراوي، ويجي معاها 3 مكوك سبير، ودواسة السوستة ومفك. دي كل الاكسسوارز اللي بتيجي معاها، ده شكلها اهو. الدواسة بتاعتها ما بتكونش كبس، ولكن طبعا نقدر ان احنا نغيرها عادي بدواسة كبس، ويركب عليها جميع انواع الدواسات عادي، ويركب عليها دواسة الكشكشة ودواسة التطريز ودواسة السرفلة بالقص، جميع انواع الدواسات في اي طقم دواسات. ده زرار الفرماتورة، وده شكل الماكينة. الماكينة وزنها حوالي 5 كيلو، ديزاين باي تايوان وميد ان فيتنام. وده شكلها، ده كده أول موديل معانا. تاني موديل وهو سيستر 48L0، نقول بسم الله ونفتح الكرتونة مع بعض. ده موديل مميز، بيكون الحجم أكبر شوية، بيجي معاها كتالوج، وبيجي معاها حافظة للماكينة من الأتربة اللي هو بيبقى الغطاء القماش ده، ودي الدواسة بتاعت القدم. الماكينة طبعا بيكون حجمها أكبر من 9 غرز، ووزنها أتقل، وطبعا الجزء المسطح بتاع الخياطة هنا حجمه أكبر، وده طبعا بيريح أكتر في الخياطة. الدواسة بتاعتها بتيجي كبس أهو كده، ونزلناها، فمش هنحتاج إن احنا نشتري كعب دواسات، هو أوريدي الكعب موجود عشان خاطر نقدر نركب عليها باقي أنواع الدواسات. ده طبعا البوكس اللي بيبقى فيه الأكسسوارز.
هنا بقى بيجي معاها طبعا اكسسوارز زيادة شوية، دي بتبقى البكر الخيط، ودي قلنا عليها عشان خاطر تحط على السنون هنا، دي مزيتا، فرشة تنظيف، دي البكرة الإضافية اللي بنركبها هنا عشان خاطر لو هنعمل الإبرة، لو هنشغل الإبرة المزدوجة تركب هنا أهو، عشان خاطر لو هنشغل الإبرة المزدوجة بنركب بكرة هنا وبكرة هنا. وتكل عادة دواسة العراوي بيجي معاها إبر أورجان، إبر دي فيتنامي ممتازة جدا، وتلاتة مكوك، ودواسة السوستة، ودواسة تركيب الزراير، وألانكي ومفك للإبرة. دي كل الأكسسوارز اللي بتيجي معاها. طبعا ده بيت المكوك بيكون معدن، ده زرار الفرماتورة، دي أشكال الغرز أهي، دي كلها أشكال غرز الخياطة، بتعمل 25 شكل من أشكال الغرز، بلس طبعا تعمل العروة على 4 مراحل. وكالعادة بيركب عليها جميع أنواع الدواسات، دواسة السرفلة، دواسة التطريز، دواسة الكشكشة، وجميع أطقم الدواسات. ماكينة حجمها كويس جدا، التصميم بتاعها جميل، وزنها حوالي 6 أو 7 كيلو، وكالعادة طبعا ديزايند باي تايوان وميد إن فيتنام. ماكينة ممتازة جدا جدا جدا، واستخدامها سهل للغاية. تالت موديل معانا سيستر K60C، وده الوحش بتاع سيستر، ده يعتبر اعلى موديل موجود في موديلات سيستر. وده دايما كان الاكثر مبيعا لسيستر. الماكينة دي تتميز عن الماكينات التانية اهم ميزة، وهي طبعا ان هي بتعمل العروة على مرحلة واحدة. بيجي معاها طبعا كالعادة الكتالوج والغطا للأقمشة. ده شكل الماكينة، نفتحها مع بعض. ديت الدواسة بتاعت القدم اهي، ده شكل الماكينة، طبعا بتتميز باللون ده. بيكون فيها طبعا 32 شكل من اشكال غرز الخياطة، وطبعا بتعمل العروة على مرحلة واحدة، وده زرار الفرماتورة. طبعا اتقل من الماكينة 25 غرزة، متميزة جدا طبعا. تعالوا نشوف الاكسسوارز اللي بتيجي معاها. شكلها يعني التصميم تحسه كلاسيكي شوية، ولكن طبعا الخامات ممتازة جدا. دي الدواسة المميزة اللي هي اللي بتعمل العروة على مرحلة واحدة، ودي المزيتا، وتقريبا هي نفس الاكسسوارز بالظبط اللي بتيجي مع ال25 غرزة، مفيش فرق. نفس الاكسسوارز اللي بتيجي هنا هي نفس الاكسسوارز اللي بتيجي هنا، الفرق الوحيد بينهم هو عدد الغرز، وان هي بتعمل العروة على مرحلة واحدة.